FM. الكلمة ليك. رحب بالسيد محمد صالح الحدري، عقيد متقاعد من الجيش وباحث في العلوم السياسية ورئيس حزب كذلك، رئيس حزب العدل والتنمية. مرحبا بك سي محمد صالح. مرحبا بك سي محمد صالح. قراءة أولى، قراءتك كباحث وكأمني وكعسكري، وكنت مستشار في عدة مناصب، قراءتك للعملية في قراءة أولى، كيفاش ريت العملية اللي صارت البارح في الليل؟ العملية إرهابية بامتياز بالطبع، وكمين نصب كالعادة، خاطر سبقوا كمين أخرين. نعم. في نفس الظروف نفس الأسلوب. ولكن العملية هذه تدعونا إلى التساؤل، عدة تساؤلات عن ظروف العملية هذه. قراءة أولى، حسب ما سمعنا من تصريح وزارة الداخلية. نعم. أن دورية قارة. قارة، نعم. بمعنى دورية قارة بمعنى أن متمركزة في مكان محصن بستار ولا بحواجز، حواجز أما بالأكياس الرملية ولا في حاويات معبية ولا جرياج ولا لا مش جرياج. لا جرياج ما يصدش عن كرتوش، لا ديما حاويات، حاويات مهما كان الشكل نتاعها معبية بالرمل. بالرمل، نعم. اللي توقف الخراطيش حينئذ هنا. ولكن المشكلة، التساؤل، لماذا الدورية القارة غادرت مكانها وتنقلت؟ نعم. هل ردت الخبر بأن هناك إطلاق نار في اتجاهها ولا بالقرب منها؟ نعم. فأعطيت الأمر بالانسحاب أم انسحبت من تلقاء نفسها؟ نعم. أنا نحب نعمل ملاحظة من ناحية الفنية العسكرية. نعم. أنه وقت اللي تبدأ الدورية ولا مجموعة، نعم، عسكرية متمركزة بمكان محصن، نعم، فهي قوية وتقدر الدفاع عن نفسها. ونحن نقول في الفنون العسكرية أنه باش ينجم عدو يقتحم مكان محصن يلزم يكون نسبة العدد من 1 إلى 6. لكن هوني محمد العربي حكى على 20 نفر. لا، هذيك تقييمات ونخلطولها فيما بعد. أما نكلم فيك من ناحية النظرية في الفنون العسكرية، معناها كانت تنجم الدورية هذه اللي حب نوصله أن تبقى بالمكان انتهى، على خاطر وقت اللي تبدأ في مكانها في اللي هو محصن تبدأ قوية، وقت اللي تتنقل تولي ضعيفة. نعم. واللي سهل أن تطيح في كمين. نعم. والمعلوم أنه الكمين أسلوب الكمين معروف من قبل. حين كان من الأفضل أن تتوقع أن يكون هناك نصب كمين في الطريق اللي بيش. نعم. تاخده. هذا معروف. أي. وهنا حسب ما وقع أن نستنتج أنه كانوا زوز مجموعات وقومهم أصل إلى نفس العدد اللي قال عليه ناطق رسمي بوزارة الداخلية، تكون مجموعتين كل واحدة فيها 10 من الناس تقريبا، نجم يكون أكثر شوي ولا أقل شوي. واحدة يعني ثم واحدة تهرب، واحدة تهجم، تهجم اللي هي نقول تعمل الغارة ولا تعمل ضربة يد كدماء، والأخرى للتصدي لمحاولة النجدة ومحاولة المساعدة اللي يجي للمدد باش ينقذ ذاك النقطة هذيك. هذا معروف في التدريبات العسكرية وفي التكتيك العسكري. أسلوب معروف جدا. إذا كان من مش عارف من الواضح أن تتوقع الدورية أنا باش تيح في كمين. وهذا هي نقطة الاستفهام. باش نرجو نحكيو نقطة الاستفهام هذه وكيفاش الدورية موجودة دائما غادي وتنسب لها كمين بصفة سهلة برشا. لكن تقعد معي سي محمد صالح، نرجع لكم إن شاء الله بعد الأخبار، ما تبعدوش. رجعنا معكم في ركاب ضيفنا سيد محمد صالح الحدري، عقيد متقاعد من الجيش الوطني وباحث في العلوم السياسية. قبل الأخبار سي محمد صالح، أنت شفت الحكاية غريبة شوية، الدورية يعني مشيت من بلاصة دون تعويض، خرج من بلاصة اللي موجود اللي هو رومبوان بين مدينة بلعابة والقسرين، وخلات البلاصة، وذاك الشيء اللي ساهم في تسهيل العملية على الإرهابيين. كيف تفسر هذا سي محمد صالح؟ كما قلت لك هي كانت دورية قارة ومن بعد تنقلت. نعم. التنقل هذا ما عندوش مبرر. نعم.
مهما كان اذا كان عطاوها الامر باش تنسحب ولا هما قروا وحدهم باش ينسحبوا. نعم. خاطر كان معناتها من المتوقع ان ينتبهوا الى انهم باش يتيحوا في كمين. نعم. هذا شيء معروف. نعم. في التكتيك العسكري. نعم. وفي ما وقع سابقا في العمليات الارهابيه. قبل ما تواصل فكرتك، هل انت خبير امني وعسكري تعرف، هل معقول الدوريه تغادر مكانها دون تعويض؟ هل يتم هذا في حالات معينة؟ لا يتم هذا، إذا كان أعطوها الأوامر باش تنسحب يتم هذا. إلا بالأوامر يتم. هذه أول نقطة. لكن هل حسب رأيك لماذا تم إعطاء الأمر على خاطر باش يعرفوا أربعة ممكن ما ينجموش يقاوموا الهجوم باش ما تطيح الشروح؟ يا أخي طاحوا في المحظور، طاحوا في العكس، النتيجة اللي كانوا هاربين منها طاحوا فيها. يعني علاش ما تمش العكس؟ علاش ما تمش التعزيز؟ هذا هو عوض يطالبوا يطالبوهم بالمغادرة. أنا نظري أنه كان على الدورية أن تستقر بمقرها وأن تدافع عن المقر وتطلب التعزيز. نعم. وأنا نعرف حسب الترتيب التكتيكية في القتال أنه ما تمشيش دورية كما هكا منعزلة بدون أن يكون تعزيز جاهز. نعم. لإسنادها في. نعم. أسرع وقت. نعم. إذن لابد أن كان فما تعزيز، إذا. نعم. كان فمش تعزيز هذا مش يولي تقصير. نعم. في العمل هذا. ممكن نقول على خاطر ما كانش فما تعزيز هما تطلبوا منها الانسحاب، أما من الأفضل كانت تبقى في مكانها وتدافع عن المكان ويخلط عليها التعزيز، والتعزيز ينتبه زاد للإمكانية حصول الكمين. نعم. نعم. فهمني؟ نعم. حينئذ هذا إيش باش نقول لك، أنا راء الأسباب وراء هذا أنه جاهزية للقتال ضعيفة، وهذا يذكرني بما وقع في هنشير التلة. نعم. وقت لي في رمضان في الصيف. صحيح. في المغرب. 15 عسكري يقع القضاء عليهم بالحرق في خيمة. نعم. وقت لي هذا ما يقبلوش العقل. نعم. العسكري ما يقبلوش الشيء هذا. هذا. نعم. ناتج عن ضعف الجاهزية القتالية وضعف القدرة على القتال. ويرجع لشنو الضعف هذا؟ هذا هو بيت القصيد، هو التدريب. التدريب ناقص، نحن نعرفه اللي في الجيش وفي الأمن وقع انتشار في كامل تراب الجمهورية. نعم. منذ 2011 منذ أن قامت الثورة. نعم. وهذا ينجر عنه أنه وقع تقليص في التدريب إذا كان ما غابش تماما. نعم. أنا ما نعرفش بالضبط شنو اللي واقع، أما واضح من النتائج من اللي ذكرناه أنه ما كانش فما تدريب في المستوى المطلوب. نعم. وأنا نعرف أنه حتى في حالة حرب الجيش يتدرب. نعم. مش خاطر يعمل في الحرب ما يتدربش. نعم. وخلي نحن في حرب كما هذه حرب عصابات. نعم. ونحن في الجيش نتاعنا كنا ندربوا على حرب العصابات. نعم. وكنا نقريوها في الأكاديمية العسكرية. نعم. وكنا ندربوا الضباط اللي يكونوهم في الأكاديمية العسكرية. نعم. ومنهم ضباط الأمن والحرس. لكن ينجم يقول ممكن يشغل باش ندربوا، خاطر كما تعرف جبهات العجبات الكل موجودين على الجنوب، موجودين على الساحل، موجودين حتى في داخل مدن أول الثورة، ممكن ملقيناش. يقول لك ما ثمش وقت للتدريب. لا شوف يا اخي، ما فماش هذه، ما فماش وقت، خاطر اذا كان تمشي بالتفكير هذا باش تمشي في الانسياب. نعم. في القدرة القتالية تزيد تضعف ماشية وتضعف. انت كيما كيب تاع كورة. نعم. اذا كان ما تدربش ما تربحش، باش تبدا تخسر الماتش في جورة الاخر. صحيح. وفي الاخر معناتها الانهيار التام. هل نريد ان نصل الى انهيار القوات نتاعنا؟ هذا مش معقول. نعم. انا قلت لك في حالة حرب لازم بد من التدريب. خلينا احنا في حرب عصابات اللي هي اقل. نعم. من الحرب الكلاسيكيه. نعم. التدريب لا بد منه باش نرفعه من مستوى القدرة القتالية نتاع الوحدات نتاعنا. نعم. هذا مش ممكن. نعم. بل هنا كان تسمح لي نفتح قوس. أي. انه سمعت قبيل الاخبار نتاعكم وسمعت وانا جاي في الطريق زاد في كابا فام انه الناس تتكلم على مصالحها الشخصية. نعم. والمصالح القطاعية. نعم. ورخص. نعم. تاكسيات. نعم. وزيادة في الأجور ومتفاهمين، هذه مطالب شرعية، لكن هل أنتم واعون بأننا احنا في حرب؟ رانا في حرب. نعم. هذا المشكل. نعم. عباد مش واعية أنها في حرب.
واكثر من هكا نحن في حرب ضد ارهاب، حرب عصابات، لكن عندنا حرب كلاسيكيه على الابواب. داعش موجوده على ابواب تونس توا، نعم، على على الحدود الليبيه، تربط للحدود نتاعنا، حدود تونسيه الليبيه. هذا اللي باش نحكيو عليه سقطوا في اهم نقطه، قربت الحدود. بالحق كلامك لوجيك بارسي محمد صالح، وانا نشارك يعني نشاركك اللي كنت تقول فيه، خاطر يعني عباد تطلب في بريم راس عام، وعباد تطلب في بنوات ماك قبيله رخصه تاكسي، رخصه تاكسي، وعباد على الحدود يعني هذا. يعني اللي ثم برسي ما عرفوش القصرين، يعني كي تعرفوا تعرف البرد اللي موجود في شنو برد خي ما نعرفوش، والظروف اللي يخدموا فيها الجيش، وتشوف المطالب القطاعيه الاخرى، سي ناغيان افواغ، سي تحس نسمة مش واعيه بشنو اللي واقع، مش واعي الشيء اللي قاعد يصير. واللي النقطه نحب ناكد عليها اخي، تفضل، هنا راهو كيان الدوله التونسيه في خطر. راهو الناس هذم يحبوا يقضيوا على الدولة التونسية، نعم، يحبوا ينحيوا لنا العالم نتاعنا، ينحيوا نظام كامل، نعم، ويعوضوه بنظام الخلافة. تونس تولي ولاية من ولاية داعش، يلزم الناس تكون واعية بهذا، السياسيين والشعب زاد. انت حكيت على نقطة مهمة، حكيت على نقص التدريبات بالنسبة للواحد، بالنسبة للأمن التونسي، هل هناك نقص في التكتيك؟ هل المؤسسة الأمنية، هناك اختراق المؤسسة الأمنية؟ هل هناك ضعف في الاستخبارات؟ المشكلة وين؟ نقطة الضعف فين موجودة بالضبط؟ هل نقطة الضعف موجودة في غياب الإرادة السياسية؟ هل نقطة الضعف موجودة في القرارات الحكومية لازمها تدفع؟ نقطة الضعف فين موجودة؟ المشكلة وين بالضبط؟ البان وين؟ فوالا، هذا هو البان وين. أخي نزار، لا شك أن اليوم قوات الأمن ولات في جاهزية كبيرة جدا، نعم، ونجحت في العديد من العمليات. نذكرك اللي البارح وقع احباط عمليه في مونوبري في منزل بورقيبه، منزل بورقيبه، وقع القى القبض على مجموعه اخرى في نابل، في نابل 5 أنفار، ايوه، قرب من هنا. معناها الامن قاعد قائم بعمل جبار، والعمليات الاستباقيه نجح فيها بالكدا، نعم. ولكن قضاء على الكثير من المجموعات الارهابيه اللي كانت نايمه وبدات تحضر باش تتحرك، لكن هل قضى عليها كلها؟ أقول لك لا. الإرهاب راهو مازال متواصل، وراهو الخسائر مازالت باش تقع، وهذا نبهت عليه منذ سنوات أنا، وكل مرة أقول هاو فا مستحيل باش يشوفها إذا كان ما تحلتش مشكلة ليبيا. نعم. باهي نرجعوا، نعم، شنو الأسباب اللي أنت سألت عليها؟ قلت ذكرت لك أول حاجة هو التدريب ضعيف، نعم، والجاهزية للقتال نتيجة عن ذلك هي ضعيفة. فما ناس عديدة تكلمت على اختراق المؤسسة الأمنية اللي، وتكلموا على أمن موازي، وفما مسؤولين ينفيوا الأمن الموازي. الأمن الموازي مش مؤسسة، مش تشكيلة، فما عباد اندسوا في وقت اللي كانت تحكم الترويكا، سموهم في الأجهزة الأمنية، وهما باتصال مع الإرهاب، نعم، ويمدوا فيهم بالمعلومات. هذا الاختراق اللي نتكلموا عليه، هذا موجود، ويلزم تطهير المؤسسه الامنيه كلها من الناس هذوما. هل مثلا تويك الوزير داخل نجم الغرسالي ولا غيره مسؤولين عندهم الكشف بالاسماء بتاع الناس اللي تحكي عليهم؟ انا اكد لك يعرفوهم بالواحد بالاسماء وبالتدقيق، يعني حتى الحكومات السابقه كما يعرفوا بالاسماء، لماذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمه؟ لانه هذا النقطه الاخرى اللي كنت باش نجبد لك، ضعف الاراده السياسيه. ولماذا تغيب الاراده السياسيه؟ لماذا الاراده السياسيه ضعيفه؟ غايه في نفس يعقوب. وما هي الغايه سي محمد صالح؟ هي العلاقه. اخي ما سمعتش عماد دايمش كان يحكي منذ ايام، نعم، زار بن قردان، نعم، ويطلب في الحكومه باش تعترف بفجر ليبيا، تعرف بالارهابيين وتتفاوض معاهم. هذا كلام، انا اطالب بمحاكمه السيد هذايا، خاطر هنا خطر كبير على تونس أنه يتحاوروا مع الإرهابيين. نحن كان باش نتحاوروا مع النظام اللي معترف به دوليا. أيه. هذه فجر ليبيا وأنصار الشريعة وداعش، هذم كلهم معروفين دوليا أنهم إرهابيين. حينئذ نحن ما نتفاوضوش مع الإرهابيين، ما نتكلموش مع الإرهابيين، نتكلموا مع النظام القائم الشرعي المنتخب واللي معترف به دوليا. هذا نمشي معك. اما هذا الناس، شكون دخل لنا الارهاب لتونس؟
شكون اللي باش ناخذ نذكروا توا في حكايه هم يعملوا في الرياضه في الشعامبي هم هذوكم اولادنا يذكروني في في معناتها شبابي وهم جاوناش من المريخ والى اخره نعم نقعد نذكر في هذا الكل ما معلوم عند الناس الكل اذن ما واضحه الامور نعم. وهنا اللي انا نطالب به الحكومه يلزم اراده سياسيه قويه يلزم اخذ قرارات شجاعه جريئه باش نقضيوا على الارهاب ويلزم نساهموا مع دول اخرى مجاوره ودول مجاورة للبحر الأبيض المتوسط باش نلقاو حل في ليبيا والحل راه ماهوش باش يكون كان حل عسكري ولا حل سياسي بحت لا قبل ما نمشيو لليبيا نرجع لتونس هل يمكن الاستفادة من السيني نوار والتجربة الجزائرية في تونس أم لا مجال مقارنة بين اللي صار في الجزائر في التسعينات واللي قاعد يصير في تونس لا نجموا نستفيدوا من شقاع في الجزائر وعن علاقة طيبة بالجزائر ونستفيدوا من خبرتهم ومن المعلومات تبادل المعلومات معهم وهم يحميوا في ظهورنا على الحدود الجزائرية التونسية ولكن اليوم هذا في حرب العصابات نجم نستفيدوا منه أما اليوم نواجهه في حرب من نوع آخر إذا كان يقع تحضير جيش من طرف داعش اللي كان هذا اللي تكلمنا فيه أنا بيدي تكلمت عليه في سبتمبر 2013 نعم قلت أن أبو عيار لحظة ما حكيت على سبتمبر 2013 نسمعوا تصريحك كان نهار 27 سبتمبر 2013 في برنامج الناس نسمع في دقيقتين نسمعوا السيد محمد صالح الحدري شنو قلت وقتها ما نقولش الحزب الكل وخاطر الحزب بيدو اللي حاكم في خلافات داخله أما بعض القيادين عندهم علاقة بالأنصار الشريعة وأنصار الشريعة هذا شيء ثابت مرتبطة بالقاعدة وأنصار الشريعة هي اللي قاعدة تقوم بالإرهاب والهدف نتاعها إقامة إمارة في تونس بقيادة أبو عياض اللي هو تو حاليا موجود في منطقة الزنتان في ليبيا في معسكر يدرب في المقاتلين التونسيين اللي تابعين أنصار الشريعة واللي حضروا في هجوم على الجنوب التونسي هجوم عسكري مش هجوم انت اشتباكات ولا لا هجوم جيش كامل بشي يواجه الجيش التونسي ثابتة هذه ثابتة وأدلة موجودة في الداخلية تقدر هذه القوة هذه بين 4000 و5000 مقاتل في شكل كتائب على نمط الكتائب الليبية اللي قامت بالثورة في ليبيا والكتائب الليبية اللي موجودة في المكان اللي هي لا تخضع للسلطة المركزية في ليبيا هي حرة مستقلة تماما وعدوهم أنهم يمدوهم في حالة هجوم على الجنوب التونسي بنفس العدد من الكتائب الليبية معناتها ينجموا يوصلوا إلى 10000 مقاتل هذا خطر كبير يحضروا في عملية كبيرة تتمثل في 50 عملية إرهابية تقع في التراب التونسي كامل التراب التونسي وخاصة في تونس باش يعملوا إرباك كبير في تونس داخل الجمهورية من نوع أنه مثال يقصوا الضوء على تونس كاملة على العاصمة من نوع أنهم يهجموا على كارفور يقتلوا أكثر ما يمكن من الناس 50 عملية في يوم واحد يقع ارباك كبير الجيش والامن باش يعملوا باش تلهاو يردوا على العمليات هذه وقتها هما يهجموا على الجنوب بالجيش اللي قلت لك اللي نجم يوصل ل 10000 التصدي وقع بدينا فيه ماناش راقدين الحمد لله قوات الامن والجيش قاموا بعمل جبار وعندهم نجاحات كبيره في هذا كان هذا كلامك سي محمد صلاح في برنامج الناس نسمع في سبتمبر 2013 ثم البعض من كلامك تقال وثم البعض من كلامك سامحني صار وثم البعض لم يسير حكيت على الهجوم العسكري على الجنوب هل مازال قائم شيء ذي سورتو مع وصول داعش لحدود الحدود تونس حكيت على قسم ضاو كامل تراب الجمهوريه عملوا صار لكن قالوا بان لكن قالوا بان صار في تونس قص تحكي على قوة أنصار الشريعة وقوة تنظيمات الإرهابية تقول كتائب بين 4000 5000 توصل حتى 10000 مقاتل يحضروا في هجوم
انت نعرفه كنت مقدم في قناه الحوار التونسي، وكان معك الكاتب الدولي المكلف بالشؤون الامنيه الان رفيق الشلي عفوا. كانت عندك معلومات، شنو الشيء اللي يخليك متاكد من معلومات ثم حاجات صار ثم حاجات باش تصير؟ شنو حاجات سي محمد صار تخليك هل الخبره الامنيه الواسعه اللي اكتسبتها ام ثم حقائق ومصادر ثم حاجات ملموسه؟ بالطبع هو عندنا اخبار توصلنا كما توصل الناس الكل. نعم. اما نحن متدربين على التحليل. نعم. احنا جمع المعلومات تحليلها واستنتاج منها، هذا كيفاش نوصلوا للشيء. نعم. هذا الخطر اللي نواجهه فيه اليوم هو اكبر من اللي قلت عليه انا في 2013. نعم. في سبتمبر 2013. لان دخول داعش على الخط، وداعش عنده امكانيات مهوله كبيره برشا. نعم. عنده سلاح وعنده الفلوس، والمشكل فين انها مدعمه مش كما انصار الشريعه. مدعمه من طرف الدول الكبيره، دول عندها برشا فلوس وعندها امكانيات كبيره. نحكي لك انا الـ اليوم طلعت على معلومه، هذا السيد امريكي. نعم. اسمه ستيفن كيلي. ستيفن دي كيلي، هذا كان معناتها جاسوس لفايت سي والان اس اي. ان اس اي هي ناشونال سيكيورتي ايجنسي في امريكا. داكوغ. لاجونس دو سيكيورتي ناسيونال. هذا اخرج منها من ما عادش يخدم معهم، ويقول هو بكلامه يقول انه سي هو اللي كون هذه داعش واسمها ايزيس بالانجليزيه، وكنت نحكي لك علاش اختاروا اسم ايزيس. داكو. سني عليها فيما بعد ذكر فيها. ويقول ان التمويل جاي من عند السي. واذا كان نحبوا نوقفوا داعش، قال ساهل ياسر نوقفوا عنها التمويل. ما عادش يوصل لها تمويل. صحيح عندها ابار بترول تتصرف فيها بتو في سوريا وفي العراق، لكن نجم في ليبيا كذلك ليبيا لازم، لكن نجم نهجموا عليهم ونفكهم. لكن التمويل الكبير اللي جايه من دول كبيره منهم السيا ودول اخرى. منهم امريكا تحب تقول انت؟ السيا ماي امريكا يعني مش من وكاله المخابرات. مخابرات امريكا نعرف. كيف كيف من دول الخليج فما يمولوا فيها، ومش الدوله في الخليج مش دول، هما رجال اعمال. وفما حتى قائمه صدرت على الشبكه، قائمه بالاسماء بالاسماء انا هي. الشبكه العنكبوتيه. نعم. حين اذن عندها اللي نحب نوصلوا عندها امكانيات كبيره. ما عادش كيما انصار الشريعه وتهديد ابو عياض ولا هي. ملازم تحتها هي. انا تحكي حتى ممكن شوف الامكانيات بتاع التصوير وبتاع المونتاج، واكيد تفرج فيديوهات امكانيات ضخمه جدا وقدره كبيره. ثم تلبس في تونس ما تملكهاش الامكانيات اللي عندها. ما تنجمش تكون بالشيء هذاك. وطويك شفنا انه استدرجوا مصر. نعم. باش تهجم بالطائرات. صارت بروفوكاسيون لمصر تو سامبلومون، هذا هو اللي صار. هذا عندي شك فيه. كيفاش؟ على خاطر انا شفت الفيديو نتاع ذبح ال 21 قبطي المصري. انا نشك انه ماهوش مفبركه العمليه اللي تدخل مصر تقمل. شكيت اللي هو مفبرك الفيديو سي محمد صالح. نعم. شنيد انت خبير واكيد تعرف اكثر منا في الامور هذه. شيء دليل في الفيديو الملموس اللي خلاك تشك ان الفيديو مركب كيما بالضبط. حكايه 11 سبتمبر 2001 اللي هي قام بها العمليه، ما قاموش بها القاعده راهو. العمليه هذه توا عندنا تصريحات من مسؤولين امريكان اللي خدموا في السيا ويعرفوا وخدموا في الدوله في صلب الدوله ويعرفوا الاسرار الكل، وصرحوا توا خرج التصريح الكل انه السيا في بالها انه باش القاعده تحضر في عمليه، وفي عوض ان تحبطها بالعكس شجعتها وبتمويل من اسرائيل. كان اسرائيلي يمول في العمليه هذه والاسم موجود. وش عملوا خاطر كان شفت انت الطائرات وقت اللي ضربت البرجين. ما نجمش شكل انهيار يقع هذاك، هاك الانهيار كامل نتاع البرجين كيفاش وقع؟ جاوا لغموهم في العرس نتاعهم من القاعده نتاعهم، وصرحت بها امراه هذه كانت تخدم في الدوله الامريكيه وخرجت ومسجل الفيديو نتاعها. قالت
عدوا أسابيع وهم يلغموا فيهم وحضروها واليهود مشاو بعده مغاديكا أي نهارتها بالحق ثم برش يهود ما خدموش صحيح بعد ضربة الطائرات في آن واحد وقت ضربة الطائرات من فوق هم لغموها من لوطة وانهارت الكل العملية هذه أنا شك أنا يسميوها بالإنجليزية فالس فلاج معناها يعملوا عملية كما هذه وينسبوها للإسلاميين وللمطرفين الإسلاميين باش ليش باش بوش يعلن الحرب على العراق على العراق وباش مصر تعلن الحرب على داعش في ليبيا نعم ومن نساوش اللي القاعدة كانت صناعة أمريكية زاد خدموا بهم كيما من بعد وبعد كي حبوا السيد هذا قلت لك هذا عميل سياق قال اللي ومش هو برك العديد من الشهادات انه داعش كونتها سياق بالاشتراك مع الموساد به ما تحرق ليش الحكاية خد مش نحكيوها بعد الشهر مش نحكيوها على إيزيس اللي قلت لي أصبحت إيزيس أصبحت فيما بعد داعش وهي صناعة أمريكية هذا الكل البرنامج انت داعش أنا راجعين راجعين شوية خذش نخذوا مرسلنا حتى مصالحي باش نعرفوا آخر تعزيزات الأمنية والشيء اللي قاعد يصير في القصرين هذا الكل نرجع لكم بعد الشهر رجعنا معكم في ريكاب في مواكبة الحدث اليوم في القصرين معنا سي محمد صالح سي محمد صالح قلت انت داعش صناعة أمريكية بتمويل من سي اي اسمها الأصلاني إيزيس شنو هي إيزيس؟ إيزيس فكرة تكوين داعش قامت بها إسرائيل والموساد بحد ذاته نعم والموساد هي اللي دربت أبو بكر البغدادي نعم وضربته حتى على الشريعة إيش بش يقول الشريعة الداعشية اللي هي يعني اللي نفهمه من كلامك تويك اللي إيزيس أو داعش سنة أمريكي وبكر البغدادي الذي بويع الخلافة كذا هو ما تدرب في المصاد درب في المصاد الإسرائيلي في إسرائيل خرجوه من حبس في العراق كان في الحبس في العراق حبس مسيطرين الامريكان نعم. في 2006 خرجوا وبعثوا لاسرائيل تدرب غادي وحضروا له الامكانيات الكل باش نعم. يكون داعش وقعدوا يفرسوا شو يسميوها وبعثوا استشاروا بريطانيا يسالوا فيهم الام اي 6 يسالوا فيهم شنو نسميوها ما جاوبوهمش البريطانيين ولا اختاروا هما ايش اختاروا؟ اختاروا اسم اسرائيلي إيزيس هات نترجمه هنا The Intelligence Service of the Israeli State يعني الخدمة أو المصلحة هكا Intelligence Service سيرفيس معناتها مؤسسة مؤسسة ذكية في خدمة إسرائيل هذا هو مؤسسة مؤسسة مخابرات تابعة للدولة الإسرائيلية وبعد ترجموها كلامك صحيح تقول فيه اسمها مسألة هذا مسجل هذا موجودة في الانترنت موجودة موثقة يجب يزيست وتلقاها وتجب على الناس اللي قالوا كيفاش هذا الكل موثق في الانترنت أنا جبتهاش من راسي هنا إذن منذ متى بدأ التكوين تاع داعش؟ قلت لك هذا خرجوه في 2006 من منذ 2006 حرب في العراق ويحضروا ليش هذا الكل؟ هذا فما برنامج متكامل لتحطيم الشرق الأوسط، دول الشرق الأوسط، دول العربية بالذات المجاورة اللي وجات الثورة ساتون بيانك هي هما ركبوا على الثورة هما جاتهم هم يحضروا فيها من قبل يا أخي جات وحدها جات وحدها الربيع العربي ما سموه بالربيع العربي ركبوا عليه واستغلوه والهدف هو تقسيم الدول العربية إلى دويلات صغيرة إثارة الفتنة فيها الفوضى الخلاقة ويقع تقسيم الدول الكبيرة وتحطيم قدراتها العسكرية والاقتصادية والعلمية كان تراجع في المعلومات في الانترنت تشوف قداش من عالم عربي قتلوه الإسرائيليين عدد كبيرة في سوريا في العراق في حرق المكتبات كذلك حرق المعالم تمس كل ما هو على له علاقة بالهوية لتضعيف الدول العربية نعم. كل المجالات تقسيمها باش تكون إسرائيل ديما هي أقوى دولة في الشرق الأوسط
امام الدول الجيران تاعها كلها مجتمعه امام سكوت عربي. كذلك باش نرجع نحكي معك سي محمد صالح نمشيو للقصرين. حاتم تينا عليك شويه. مرحبا بك حاتم مباشره من القصرين. الوضع الامني الان في القصرين حاتم؟ خلينا نسوقوا خبر الان نزار بكل احتراز. الخبر هذا مازال غير مؤكد. فما انباء عن حصول الان اشتباكات بين القوات العسكريه والامنيه ومجموعه ارهابيه في جبل سمامه. نعم. في انتظار التاكد من الخبر هذا بالطبيعه باش نمدوا فيه متابعينا الكرام في باقي برامجنا وفي نشرات اخبارنا بالنسبه للوضع الامني. يعني هذا اخر اخبار حاتم اشتباكات بين الأمنيين منذ الأخبار حاتم كانت نجم تعود للأخبار. الأخبار اللي وردنا الآن أنه أنباء عن اشتباكات بين مجموعة إرهابية والقوات الأمنية والعسكرية في جبل سمامة على مقربة من منطقة خمودة اللي ما تبعدش برش على منطقة بولعابة اللي صارت الحادثة البارح. الخبر هذا سوقوه بكل احتراز في انتظار التأكد النهائي. نعم. وبالطبيعة باش نمدوا متابعينا الكرام بكامل. نعم. المعلومات. نعم. ماذا على الوضع الأمني الآن بخلاف الاشتباكات؟ بالنسبة للوضع الأمني في القصرين فما انتشار كثيف للقوات الأمنية في مختلف مفترقات المدينة في المخارج والمداخل. فما حملات تفتيش كبيرة تقوم بها القوات الأمنية لكافة مختلف وسائل النقل العابرة، الشاحنات، سيارات الأجرة، السيارات، الحافلات بالطبيعة. نعم. هذا بحثا على المفتش عنهم وعلى العناصر الإرهابية اللي قامت بالعملية ليلة البارح. كيف في المناطق الجبلية فمع عمليات تمشيط ميدانية تقوم بها الوحدات العسكرية في المناطق العسكرية المغلقة، جبل سمامة، جبل سلوم، وجبل الشعامبي. إن شاء الله العملية هذه تعطي أكلها وإن شاء الله تجيب نتيجة. أنت هوني حكيت على عمل نوعا ما قاعد يتم على الميدان داخل المدينة. ماذا عن جبل الشعبي؟ هل هناك نية أو أخبار أنه القوات الأمن ستقوم بقصف؟ هل هناك حملات يعني مشتركة بين جيش الأمن على جبل السمامة وغيره؟ هل هناك يعني ردة فعل قوية ستتم في غضون الساعات؟ هذا خلاف اللي قلت عليه أنت الكنترول بابي وغيره اللي قاعد يصير. بالنسبة للردة الفعل الأمنية والعسكرية ما زلنا ما نعرفوش بالتحديد شنو باش يصير نزار. نعم. أما نأكد لك أنه الآن وزير الداخلية مجتمع في مقر وحدة التدخل الحرس الوطني. يعني سيد نجم الغرساني لم يغادر مدينة القصرين حاتم، مازال موجود. الآن هو في اجتماع مع واحد التدخل ومع القوات الخاصة. نعم. ومع قوات الكوموندوس يمكن باش يعملوا خطة أمنية للقضاء على العناصر هذه. هل الخطة الأمنية باش تكون مشتركة بين الجيش والأمن؟ هل هناك ممثل عن وزارة الدفاع ولا جوست نجم الغرسلي عن وزارة الداخلية موجود؟ بالطبيعة فما الممثل محمد علي العروي موجود ناطق الرسمي باسم. نعم. وزارة الداخلية. نعم. موجود، ما حبش يعطينا برشا تفاصيل ما قال معناها أكد أنه فما عمليات باش تصير مشتركة بالطبيعة بين الجيش والحرس والشرطة. كنا مستأنسين يخدموا. ممكن ياسر فما عمليات انزال باش تصير في بعض المواقع. بالنسبة للقصف مازال ما انطلقش القصف على غير العادة في القصيم، مستأنسين بالقصف، مستأنسين كيف بالطائرة بدون طيار ديما معناها تحوم في القصرين. اليوم غابت الطائرة بدون طيار والقصف غاب، يمكن بعد سويعات ينطلق القصف. آخر سؤال حاتم، هل بالنسبة لك وباقي الزملاء في باقي الإذاعات والتلفز، هل نفاذ المعلومة هو ساهر جدا؟ خاطر صباح حكيتوا نوعا ما قلقوكم شوية في الخدمة صباح. هل صحيح ولا ساعة الخبر هذا؟ هو البارح تم الاعتداء معناها عليا وعلى بقية المراسلين خاصة من طرف من تم الاعتداء؟ من طرف باش نسميه معناها تكتون نزار عون بوحدة تدخل الحرس الوطني، وكنا اشتكينا المحامي علي العروي وقال راني قدمت اعتذاراتي في وسائل الاعلام اليوم في ندوة الصحفية. نعم. وزاد قدم اعتذاراته اليوم مثل وما السبب؟ شنو السبب وراء الاعتداء اللي صار عليكم؟ نحن
ما نحن ماشيين باش نخدموا على رواحنا باش ننقل المعلومه للمواطنين للمستمعين للمشاهدين نتاع التلفاز وقراء الجرائد ماشيين باش نخدموا على رواحنا نفهموا الوضعيه النفسيه نتاع الامنيين كيما هما يخدموا حتى نحن ماشيين نخدموا لكن صار الاعتداء معناها بالضرب وزيد اشهر معناها في وجوهنا السلاح العون هذايا زميلنا من قناه المتوسط طاحت اللينات نتاع النظر نتاعو ومن الطاف الله انا ما مشيتش في العفس خاطر كانوا برشا فما عوان تلموا بينا وكانوا رافقونا بسلاح حتى للسيارة اللي نغادرنا في اتجاه مستشفى القصرين زادوا خلطوا علينا في مستشفى القصرين هدونا اللي يجبد بورتابل واللي يجبد كاميرا يتحمل مسؤوليته في التصوير وباش نحاسبوه اليوم تمكننا من التصوير اما معناها بطرقنا شكرا لك حاتم الصالحي شكرا لك حاتم الصالحي نرجعوا لك فين ما فيلم ثم جديد نرجع لك نرجعوا لتونس الان اليوم في بيان لمجلس الوزراء اللي انعقد اليوم قالوا هناك إدانة شديدة للعملية الإرهابية لابد من أخذ كل الاحتياطات اللازمة وحسن التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية هل ما جاء في البيان وعطيتك الخلاصة أنا هل هذا يكفي هل كنا ننتظر من مجلس الوزراء مثل هذا البيان الإدانة وأخذ الاحتياطات وغيره والله ما نجمش اللوم على مجلس الوزراء خاطر ممكن البيان هذا ما فيش كل شيء نعم فما احتياطات عسكرية وامنية وجريات عسكرية وامنية ما يقولوش عليها ما تتقالش هذا شيء معلوم نعم ويلزم نفهموه نعم الإدانة ما تكفيش الإدانة استنسنا بها وما تجيب لنا حد شيء اليوم يلزم عزيمة سياسية قوية للقضاء على الإرهاب وكما قلت لك لوجود حل في ليبيا نحن يلزمنا نشاركه خاطر يهمنا بأعلى درجة أنه يقع حل في ليبيا بأي طريقة كانت باش ينتهي الإرهاب في تونس مهما قضينا على المجموعات الإرهابية في تونس لن تنتهي ما دام الإرهاب موجود في ليبيا هذا شيء واضح والتهديد اللي كنا نحكيه عليه منذ دقائق التهديد كبير أكبر من اللي كان قبل في 2013 هنا إذن يلزمنا نقف موقف جريء شجاع ونشاركه مع دول أخرى مجاورة باش نوجدوا حل في ليبيا عام 2013 سي محمد صالح حكيت على انخراط بعض مسؤولين موجودين في السلطة انخرطوا في هذه المنظومة وساهموا في ظهور الإرهاب هل المسؤولين مازالوا موجودين توا في السلطة ولا مازلت كلامك مازلت شاد فيه صحيح سي محمد صالح المسؤولين هذوما هما اللي ساهموا في ظهور الإرهاب ومازالوا موجودين في السلطة حتى لتوا السلطة لا هم بصفة عامة موجودين في المشهد السياسي اي في المشهد السياسي موجودين اي واذا كان نعتبروا النهضة ما زالت مشاركة في الحكومة مشاركة في الحكومة ومشاركة في الحكومة عندها بخلاف في الحكومة بيدها كوزراء وكتاب دولة عندها ناس في الوزارات كمستشارين وكمكلفين بمهمة الى اخره وكما قلنا في الداخلية ما زالوا افراد اللي مقاش تطهيرهم من الداخلية حينئذ أنا ما قلتش هذوما انضموا للمنظومة هذوما هما اللي ساهموا في دخول الإرهاب لتونس من الأول قالوا لا هذوما ناس يتدربوا ناس وما يعتبروش تونس أرض جهاد يعتبروها أرض دعوة هذا اللي ساهم في التحذير للإرهاب واللي وصلنا عليه وكان نحن قاومناهم ومنعناهم باش يتكونوا وباش يتدربوا وباش يدخلوا سلاح ويخزنوا السلاح مخازن الأسلحة لما كانت معروفة وكانت تتنقل من بقعة لبقعة وقت اللي يخلط خبر للداخلية يوصل الخبر للإرهابيين فقبل ما توصل الداخلية باش تقبض عليهم في المخزن ذاك هم ينقلوه يجي الداخلية تجي ما يلقوا حد شيء نعم بلا عندي ملاحظة هنا قبيلة سمعت على شقال زميلكم حاتم أي. قال وحدات التدخل هي اللي ضايقتهم أنا حبيت مش على هذا أن نعلق ما على الفرق بين وحدات التدخل وسمعت في التقرير نتاعه تكلم على الكوموندوس هذا فرق كبير بيناتهم رو. والدورية هذه اللي وقع اغتيالها اليوم الصباح دورية من وحدة التدخل نعم. وأنا أعلم حسب تجربتي نعم.
انه فما فرق في الجاهزيه القتاليه. جماعه الكوموندوس ناس مقاتلين بيتم معنى الكلمه وجاهزين باش يقاتلوا عدو يحمل سلاح كما هالمجموعات اللي مسلحه هذه. جماعه التدخل مستنسين بمقامه المظاهرات. من علاش التدخل موجودين في بلاصه حساسه كيما هكا؟ ما عندناش برشا. علاش مش الكوموندوس؟ لا الكوموندوس ما عندناش عدد كبير منهم. بعد 4 سنين ثوره علاش ما كوناش برشا في الكوموندوس مثلا؟ ممكن حقنا كوننا، والكوموندوس بصفه عامه يخليوهم باش يتدخلوا في عمليات كبيره. كبيرة. كبيره كما صار في واد الليل في شباو ولا كما صار في رواد. سمعت زاد استاذ حاتم قال باش تقع عمليه انزال، وهذا شيء طبيعي. نحن عندنا في الجيش طائرات مروحيه وزدنا اقتنينا منهم، جاتنا طائره اخيرا من امريكا تسمح بالعمليات هذه، وهذا تدربنا عليها في فرنسا وفي امريكا انه يقع انزال وحدات عسكريه ولا من الحرس ولا من حتى من الامن متدرب على الشيء هذا، يقع انزالها في الجبل اين وقع اكتشاف ارهابيين، فيمشيوا بالطائرات ينزلوهم وهما يقتحموا أماكن الإرهابيين ويلتحموا بهم ويقضيوا عليهم. هذا شيء نصوره هذا اللي باش يقع. أبقى أنت سلت على أنه يقع معناتها العمليات هذه تقع بالتعاون بين الأمن والجيش، نقول لك لا، فما مناطق عسكرية بحتة يقوم بها الجيش هذيك اللي مسؤول عليها، الأمن يحفظ ما حولها ويراقب الطرقات باش يوقف اي امداد يجي من شيره اخرى عبر الطرقات، اما المناطق العسكريه كما جبل سمامه وكما جبل شعامبي هذاك تقع فيه عمليه عسكريه بحته. نعم. من النوع هذا اللي قلت لك عليه. الكوموندوس نتاع الجيش، الطلاع على الجيش اللي هم مدربين على الشيء هذا، هما ان شاء الله باش يقوموا بملاحقه الارهابيين وان شاء الله يقضيوا عليهم. نرجعوا للملف الليبي. اليوم كاتب الدوله لدى وزير الشؤون الخارجيه المكلف بالشؤون العربيه والافريقيه تهامي العبدولي، قال من المستبعد ان يوافق مجلس الامن المعقد على استصدار قرار يتعلق بالدفع نحو توجيه ضربه عسكريه للجماعات الارهابيه المشدده في ليبيا، وقال تونس لن تشارك في اي تدخل عسكري، وقال زاد انه لابد من وسط الحوار بين الطرفين المتنازعين في ليبيا، وقال خاطر كان باش ندخلوا عسكريين شكون عنده عواقب سلبيه على تونس وكل دول الجوار، وقال القوات حفتر مسيطر مريح على الوضع وهناك تطور ميداني ايجابي، وقال زاد لازم نخافوا على الجاليه التونسيه اللي تقدر بقرابه 30,000 ولازم ناخذوا قرارات تكون نوعا ما سوبل. ايش قولك في الفكره؟ هي كلام منطقي وصحيح، ولكن انا لا اوافق على البعض منه. نعم. هو يقول يستبعد أن تونس بتدخل في حرب في ليبيا. هذا نوافقه. العفو. تفضل. ولكن اللي نتكلموا عليه مش تونس باش تدخل في حرب، نحن نتكلموا على تحالف دولي. هو واللي كانت تحب تتزعمه ايطاليا. نعم. ايطاليا نادت بي. ايطاليا اول واحد نادت بي. نادت بي وقال هذا اللي كان مطروح، لكن يبدو انه قاع تراجع فيه، وايطاليا بيدها بدلت الموقف نتاعها. نعم. طولت تتكلم على تدعيم الجيش الليبي النظامي وتدريبه ومده بالسلاح. هذا اخر تصريح تاع ايطاليا، وهذا تغيير في الموقف نتاعها. هنا اذا يدور لي صحيح كلام كاتب الدوله انه ما نجموش نوصلوا الى اتفاق في مجلس الامن في يعني لن يصدر قرار مجلس لا ما نوصلوش للقرار. اما هاكا ينجموا يمشيوا بطريقه اخرى، انه فما ضربات جويه تنجم تقع ضربات جويه ويقع التدخل لتدعيم الجيش النظامي الليبي. نعم. وبالطبع خليفه حفتر مع بعضهم. نعم. جيش خليفة حفتر وجيش النظام الليبي. نعم. إذا هذا 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 الموقف اللي يمكن تاخذه تونس ما دام تكلم سيد تهامي العبدولي الذي المكلف بالشؤون العربية والإفريقية، يظل هذا كأنه سبق الموقف التونسي، هذا الموقف الأخير باش يكون الموقف تونس ما تاخذ موقف إلا موافق للمواقف الدول الأخرى، ما تنجمش تاخذ موقف وحدها نشاز عن المواقف الأخرى. هنا إذا تونس باش تتبع.
ما هيش بشيء باش تتزعم ولا باش تدخل في حرب ضد ليبيا، ما تنجمش هذايا مقدوراتها ما تسمحلهاش. لكن هي ليست في حرب ضد ليبيا باش ناكدوا، ضد مجموعات ارهابيه في ليبيا بالضبط. لا باش ما يتمش الخلط اي ماناش ضد ليبيا خاطر لا خاطر الدوله في ليبيا ضعيفه والمجموعات هما اللي يهدوا فينا، المجموعات الارهابيه يهدوا فينا. تو يقول هو انا ما وافقوش انه خليفه حفتر مسيطر، وكان جاء خليفه حفتر مسيطر على كل التراب الليبي، راي داعش ما توسعتش وما احتلتش سيرت، اخيرا احتلت سرت وتوسعت عندها درنا وسرت وناوي على طرابلس اتجاه هذا وقالت الفجر ليبيا، قلت لهم مشيوا في اتجاه طرابلس وهي باش تلحق عليهم. وزيد خليفه حفتر شبيه ما نجمش يروحوا على الحدود التونسيه الليبيه، ما هو حاول باش يقتحم، حاول يوصل راس جدير وصدوه ما وصلش. اذا خليفه حفتر بيدو لازم ندعمه. نمشي معك لاخر سؤال قبل ما يوفى الوقت. البارح محلل سياسي في حوار معنا قال داعش ما عندهاش مكان في تونس، داعش لا توجد الا في البلدان الفاشله مثل العراق سوريا وليبيا، هذاك علاش ما عندهاش مكان في تونس. هل العراق وسوريا فاشلون؟ هذا محلل السيد جمال العرفاوي قال ما تنجمش خاطر تونس الامن تاعنا قوي وليس ولا نظامه وليس بدوله فاشله باش داعش تكون موجوده. هل تايد كلام المحلل؟ غير صحيح الكلام هذا، لان داعش موجوده في تونس، عندها موجوده كخلايا نائمه. ايوه خلايا نائمه وتحضر في روحها باش توصل للحدود التونسيه بجيش كبير، وإذا كان ما نحن ما خذيناش الإجراءات اللازمة باش نحضروا رواحنا للتصدي لهذا باش نكونوا في خطر كبير. ولهذا هذا يطمن في روحه ويغلط في التوانسة. الخطر كبير مش معناها أن ما نقدرش عليه، نحن قادرين على نتصدى ليه، نتصدى للخطر هذايا وبالتحالف مع الدول الأخرى، ونجموا نوقف داعش قبل ما توصل للحدود التونسية. داعش يلزمها تقف قبل ما توصل للحدود التونسية، وإن شاء الله هذا يصير معناتها سياسة خارجية فعالة وناجحة وبالاستعانة بالدول المجاورة. نسمع اليوم مقطع من تصريح العروي إهم وسائل إعلام، ونرجع سي محمد صالح. بالتعليمات السيد رئيس الحكومة فما أربعة من السادة الوزراء وزراء السيادة باش يتحولوا لمواكب الدفن تاع الشهداء في كل من ولاية القصرين المهدية سيدي بوزيد والقيروان. المهم أنه وحداتنا الأمنية متماسكة، نؤكد أنه ما نعملوش البانيك. الإرهاب يحاول أنه باش يعمل بانيك في بلادنا وفي وسائل الإعلام، ويحاول أنه باش يشكك في عمل الوحدات الأمنية. العمليات الأمنية والحرب على الإرهاب فيها خسائر، كل دول العالم تتكبد خسائر في حربها على الإرهاب، لكن أهم حاجة هو مواصلة العمل، الثقة في النفس. نؤكد أنه وحداتنا عندها ثقة كبيرة في نفسها على الرد على هؤلاء المجرمين. قال الإرهاب يحاول يعمل بانيك عند الشعب التونسي وفصائل الإعلام، هل كي نتحدثوا من منطلق خوف على تونس ومن منطلق كيفاش نجموا نعملوا، أو نحكيوا على ضعف المؤسسة الأمنية كالكبار ونحكيوا على غياب تدريبات، هل هذا تسمى بانيك حسب رأيك؟ تسمى خوف؟ هل لابد نعطيه صورة أحسن للإرهابيين في وسائل الإعلام كي نقولوا نحن رانا أقوى، مع العلم كي في ساعات في جرائد التوانسة كي عدوا صورة إرهابي عدوا إرهابي هكا قوي وتيول عم لحية، في الغرب كعدي ورهيبي عدي ورهيبي طايح في القاعة ومقتول. هل كي نحكيه هكا نسمى في بانيك، تسميه خايفين نوعا ما متوترين؟ هو لا شك ونوجه رسالة للرهيبين رانا خايفين، هل تصور هكا؟ هذه دخل في الحرب النفسية اللي تمشي مع كل حرب. كل حرب تقع الحرب النفسية هذه بسيكولوجية للتأثير نفسانيا على العدو. موجود في كل الحروب. ولكن وقت اللي نقولوا نحن الارهابي وعنده امكانيات باش نكونوا واقعيين ونقولوا عنده قدرات، ما يلزمناش كيبه في الكوره، ما يلزمناش العدو نألهوه ولا نعطيه قدرات اكثر من اللي عنده، وما يلزمناش نحقروه خاطر كيف نحقروا العدو نخسروا الطرح. كما في الحرب كما في الكوره راهو نفس الشيء. ولهذا اذا كان نقولوا هاو قدرات، ولكن نحن وانا عندي ثقه في قوات الامن وقوات الجيش، نحن اقوى منهم وقادرين باش نقضي عليهم. لكن لابد نعاودها، قلت ألف مره انه لابد من الاراده السياسيه القويه الشجاعه، ولا بد من التدريب
والمخابرات هذا شيء هام جدا وهذا شيء قاعد يقع. لكن الإرادة السياسية لا بد منها ولا بد من تدريب وحداتنا وباستمرار وأنها تكون عندها قدرة قتالية كبيرة. وهذا قادرين عليه إذا بقى إذا كان خانتنا الإرادة السياسية راو نجم نمشيو للهلاك. راو هذا شيء واضح. ما الحل باش تولي عادني إرادة سياسية؟ الحل لازم الحكومة تأخذ مسؤوليتها وتأخذ القرارات اللازمة وتسمع كلام الناس الخبراء في الميدان هذا. وهل هناك حملة نظافة لابد من القيام بها؟ أنا قلت لك في الداخلية لابد وأنا عندي ثقة في الداخلية فقط. في كل هما مندسين في كل الإدارة. حسيت عندك الإجابة وقعت تخمم سي محمد. لا مش نخمم من نحبش نحبط العزائم منحبش معناتها نحبط خاطر ما يلزمش في حالة حرب انه ننتقدوا كثير ننقدوا كثير الناس اللي قاعدين تخدم خاطر فما ناس قاعدة تخدم فما تونس عندها رجال راهو قاعدين يخدموا وقاعدين يدافعوا على العلم التونسي وفما هذا المشكل الكبير. فما ناس يدافعوا على تونس كوطن وناس يعتبروا تونس كقطر ولا كولاية نتاع خلافة نعم وتوانسة ومسؤولين سياسيين هذا المشكل نتاعنا الكبير. وانا نجم نوصل لانه اللي ما يحترمش العمل العالم التونسي انا ما نحترموش ونعتبره خاين. في دقيقة انت رئيس حزب العدل والتنمية ما هو دور حزبكم الان في ظل الظروف هذه في ظل تونس الجديدة تركيب الحكومة الجديدة؟ والله نحن قائمين بعمل ان شاء الله معناتها في الخفاء ما نشنعنه عليه عمل هو توعية الشباب بالوطنية. لابد من بعث روح الوطنية في الشباب ونثقفهم بالإسلام الزيتوني. نعم باش الإسلام المعتدل الإسلام نتاعنا الأصيل اللي عنده 14 قرن عايش في تونس واللي هو عمره ما وصل للتطرف واللي هو رفض هالمتطرفين ونعتهم بالخوارج والضالين ونحن ما نكفروش رغم أنهم هم يكفرونا نحن ما نكفروش. كل من يقول أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله نعتبره مسلم ولكن ينجم يكون فاسق ينجم يكون متطرف بقى يلزمنا نقاوم الشيء هذه الظاهرة هذه بالعمل البناء لتنوير عقول الشباب. شكرا لك سي محمد بارك الله فيك. الحضري ضيفنا اليوم العقيد المتقاعد من الجيش وكذلك الباحث في الشؤون السياسية بارك الله فيك اعطيتنا من وقتك. نرجع لكم ان شاء الله بعد الاخبار في المود لافان. هذه ريكاب كاب افام الكلمة ليك.